قاعد الطيارة حسب انك تقزر وقتك بس، اما انك بترتاح في الطيارة ماشي، بس تضيع الوقت، حط راسك وغمض عينك بس، اما ما يريح الجسم صراحة. كل حد ترى يسافر سفير عن نفسه وعن دولته، بمعنى يحترم نفسه، يمثل دولته تمثيل طيب في اي مكان. خلك راقي في تعاملاتك مع الناس، في تعاملاتك مع الفنادق، في تعاملاتك في اي مكان، لانك انت تمثل الدولة. كل حد بيقول والنعم الدولة هذه، في ناس مثلا ياخذ لك غرفة في الفندق هو طالع تقول منقع فيها لغم، يا اخي رتب فراشك، يعني رتب كل شيء، خل الدنيا مرتبة. فيوم تسافر تروح اي مكان يقولوا والنعم الدولة الفلانية، والنعم صراحة ناس رجال، صراحة فيهم الخير، صراحة ناس طيبين. هذا اللي نباه، ان اي شخص يسافر ما يمثل نفسه، يمثل دولة كاملة، يمثل رموز الدولة. فرجاء خلك راقي في اي مكان تسافر له. وعلي ناش من الساعة 6 قال لي بسير المسبح تسبح، ما اعرف شو هالخرمة اللي جايت لنا من الصبح، ولكن ثمان قال باي الحين ماي بنت ريك، ما نص الحين. اللي تخبروني عن الفندق، طال عماركم فندق حياة ترجنسي، فندق 5 ستار وفنان، فندق فنان ما شاء الله، ويبعد عن المعمعة زي ما يقولون، تقريبا مشي 20 دقيقة بس تعبر الجسر توصل السنتر مالهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بودابست عاصمة النجر، نحييكم. تونا واصلين الفندق مسوين تشيك ان، تقريبا 360 كيلو، وفي تفتيش، في حدود طبعا، شافوا الجوازات وتشيكوا على السيارة وروحنا. في صربيا ما يتعاملون باليورو، يتعاملون بس بعملتهم، وهني كذلك لهم عملة خاصة، يتعاملون باليورو بس خفيف يعني مش وايد يعني. إن شاء الله حين بنصلي طال عماركم الظهر والعصر، وبننزل وبنصوركم أهم الأماكن، ويعانيني بالي بعد أكلنا شيء. السلام عليكم، بنجاوب على الأسئلة اللي جتني بخصوص بلغراد صربيا. في كم من سؤال بخصوص الفندق، فندق ممتاز 9 من 10، السونا، الجاكوزي، المسبح، الغرف كبيرة، الله يسكم، حمامات كبيرة، فندق حياة رجنسي ممتاز صراحة. في خلفه مول، المول اللي رحنا له أمس الظهر، مول كبير يبعد عن القلاع والأماكن، بس تقطع النهر مشي وتوصل. العملة مالهم عملة غريبة يعني، فلوسهم كلها 20,000 و40,000 و30,000، ما يتعاملون باليورو. وبرويكم العملة مالهم الحين، بصوركم إياها. هاي العملة مالهم، هاي 2000، هاي 200، هاي 100، شي كله 35,000، وكلها هاي عملتهم. تقريبا البلاد اعطيها 6 من 10 او 7 من 10، بعد تحتاج بنية تحتية، ولكن زينة حق يوم واحد. على الحدود الصربية المجرية اللي هي هنغاريا كملنا يمكن 40 دقيقة، لان كان زحمة الحدود، شاف الجوازات وقررنا نتوكل على الله. الحين ان شاء الله بننزل، بنسير الممشى، بنسير كذا مكان، بنشتري شريحة تليفون، الحين شابكين الواي فاي مال الفندق اللي احنا فيه الحين. السلام عليكم محمد، كيف الحال، اخبارك؟ لا ما شاء الله عليك، كثر كثر تفاصيل تفاصيل نبا. يعني طلب بخصوص السفره السنه اللي طافت، كان في اوروبا 17 يوم، اللي بيعرفه يستعد لتصوير الشاشه.
وهذه طال عماركم فلوس ال المجر هنغاري هاي فلوس مرة. السلام عليكم. خذنا في دافون قال تشتغل في كل أوروبا. بنجرب بشو ما خبركم. صراحة بلد شكلها سياحية من الدرجة الأولى. ما شاء الله كلها يعني ناس وعالم تحس إنه أوكي يعني. عندهم هذه للإيجار شفتوا هذه السيارات يأجرون هنا يل. مكان وايد أرقى عن صربيا صراحة. هذا النعم ما شاء الله. هذا أهم شارع عندهم شارع المشاة. الحين بحط لكم اسم الشارع اللي بيه. كل شيء فيه ماركات مطاعم كل شيء. هذه منطقتين هودا وبست يفصل بينهم النهر في 1873 ابوي استوت دولة واحدة هودا بست. لاحظنا المباني القديمة عندهم وايد المباني القديمة وايد عندهم. يا سلام امطار والشمس ظاهره. هذا عندهم الحبه عوده من المطر هم شغلاتنا صغيره. الله يبارك. يا ساتر سميتنا حلبة يمكن 3 دقائق قالت عن 3 أيام ما تبون زيادة بس المكان روعة والجو جميل ما شاء الله. حد سمع بمعركة مهاجس أو مهاج بين الدولة العثمانية ومملكة المجر في 1500 بقيادة طبعا سلمان القانوني. انتصروا الجيش العثماني وكان انتهاء مملكة المجر. طبعا هني كانت الحرب في الحرب العالمية الثانية دار مع هتلر في 1941 وغزوا روسيا الاتحاد السوفيتي سابقا طبعا ويوغوسلافيا. ما ادري شياهم عقب سوى مفاوضات سرية مع امريكا ما ادري زاغوا وعرف هتلر وفي 1944 رد هجم عليهم. ما ادري شياهم مساك.
على كل الخطا مسامح احبك يا الغرعين. حاطين الملوك والرؤساء اللي حكموا والمجر كل حد سنة كم محكم. هذا المبنى بعد قديم. مصعد هذا اشوفه رايحين فوق ليبل المشي لنشوف ساير هاليبل مالهم عدال النهر. بحاول اخذ شو ما اعرف نسيت بعدين بخبركم. ذكرت باخذ لكم لقطات على الغروب. هذا صعد التيبل شوي متعبه بس بلاد جميله. اللي بي كابتشر ها خلفيات حق التليفون حق الكمبيوتر. الحين ان شاء الله بنحاول نوصل بس القمة ان شاء الله فينا نفس. بس الغداء اللي كلناه ابوي خلص شكلي بغني سكة طويلة الحين بعدنا ما وصلنا على الليبل. ترى بعدنا ما وصلنا على الليبل بعدنا لازم نسير فوق. طيب فوق بعدنا ايه ناخذ شيء. واخيرا وصلنا على قمة هاي المصيبة اللي احنا فيها من الصبح. كثرت سنابات عليكم اليوم صح؟ هذا نخف يعني عليكم ولا نزيد ما نعرف. الله كريم ان شاء الله. اقول حق الدكتور عبد الحميد الحين لو طلع لنا كلب يربع شو نسوي؟ قال بطف من فوق السور. قلت له بتكسر. خلي عضك الكلب ابراك الكل تتكسر صح؟ احنا خططنا للسفر السياره بس ننزلها الفندق وناخذ كل المدينه مشي.
يعني نبقى كلنا نمشي. اما مولات وكوفيات لا، اما اني اسافر راح اجلس في كوفيات ولا روح اجلس في المول؟ طب اجلس بروح دبي مول احسن، صح ولا لا؟ الحبيب يبهم يصورونه، انا رايح انا اشوف الماي الحين هذا يصب. شفتوا الليبل؟ ها ليبل هذا، وساعة مصورين ترى فوقها ليبل. شو رايك في البلد؟ والله جميلة، فنانة، مواقع رهيبة، وين ما تروح ما شاء الله وين كلها ما شاء الله حلوة صراحة. اي والله قالوا الساعة 10 أمطار. شوف الغيمة كيف، شوف اللي نازل من الغيمة هذا يصب مطر، شوفوا نزل هاي من الغيمة العودة تمطر ما شاء الله. مرة الدنيا غرقانة يا جماعة. صراحة هاي الشابورة هاي مال الأكلات يا جماعة رقم واحد ترى، والله فنانة فنانة ما شاء الله. بننزل بنخلي شوي المطر يغسل ذنوبنا، عندهم حياة الليل غير عن باقي أوروبا، يعني الناس ما شاء الله منطلقة برا. الجو شوي شوي برد، يعني بارد استوى الجو الحين، الله كريم إن شاء الله، الله كريم. مع ان الوقت متاخر بس ما شاء الله في حياه، غير عن اوروبا يرقدون من وقت، مع ان امطار قويه تشرد العالم، ولكن ما شاء الله وايد ناس.